اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه اليوم نتوقف فيها عند واقع الاعلام ودلالات تعيين تبون لمحمد العقاب وزيرا للاتصال. إذن عين التبون أمس الأحد محمد العقاب وزير الاتصال خلفا لمحمد بوسليماني المقال من منصبه في جوان الماضي وفي منتصف الليل حين على خلفية نشر قناة النهار لخبر طرد السفير الإماراتي والذي نفته وزارة الخارجية الجزائرية رغم أن الهجوم على الإمارات استمر بعدها عبر صحف أخرى بينها الخبر اليوم فقط. وسبق أن شغل العقاب منصب مسؤول دائرة الإعلام في الحملة الانتخابية لتبون خلال ترشحه للرئاسة عام 2019، ثم عينه تبون مستشارا له في الرئاسة قبل أن يزاح من المنصب كما تردد، ويعينه تبون عضوا بعدها بمجلس الأمة. وكان العقاب وفي خرجة أثارت الكثير من التساؤلات في ماي الماضي تحدث في مقال نشره موقع جزائري مغمور عن تعرض تبون لمؤامرة في 2019، وزعم العقاب أن هذه المؤامرة تتواصل الآن بالتشويش على تبون لمنعه من الترشح لعهدة ثانية. رئيس الجمهورية يعين الدكتور محمد العقاب وزيرا للاتصال خلفا لمحمد بوسليماني المقال. بعد شغور المنصب أزيد من شهرين اهتدت السلطة إلى مكافأة العقاب بالوزارة. مكافأة نظير انضباطه والتزامه الصمت واتباعه الأوامر برأي إعلاميين. الدكتور محمد العقاب عين أولا مكلفا بمهمة في رئاسة الجمهورية عقب تعيين تبون رئيسا للبلاد، ثم سرعان ما أقيل من منصبه بطريقة وصفت بالمهينة وفق ما تداولته التعليقات. الدكتور العقاب ظل يردد لمعارفه بأنه استقال ولم يقل كما أشيع، وكعربون رضا عليه عين بعد فترة نائبا في مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي. بعدها خرج بمقال مطول يمجد فيه الرئيس عبد المجيد تبون، ثم لاذ بالصمت مرة أخرى حتى جاءته البشرى بالمنصب. العقاب وزيرا للاتصال خلفا للوزير المقال محمد بوسليماني. بوسليماني سكت هو الآخر رغم أنه كان ضحية، ولأنه يعلم أن خلاصه في سكوته. ديدن النظام منح الأمان للساكتين والبطش بالمحتجين وقائل الحق وفق مراقبين. معنا في نقاش اليوم عبر الهاتف من الجزائر محمد ديوانوغن الكاتب والصحفي، عبر خدمة سكايب من الجلفة غول حفناوي الإعلامي وعضو لجنة مراقبة الانتخابات سابقا، ومن أمستردام عبد الله الرافعي الإعلامي الجزائري من هناك. قبل أن نبدأ النقاش نسمع العقاب بعد تنصيبه وزيرا للاتصال. لقد شرفني السيد رئيس الجمهورية بتعييني على رأس وزارة الاتصال، وهي ثقة غالية جدا أتمنى أن أكون في مستواها، وأدعو جميع المعنيين سواء كانوا إطارات الوزارة أو مدراء المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة ومجموعة الصحفيين بأن نضع اليد في اليد
للنهوض بهذا القطاع الحساس. أنتم تعلمون أن الوزراء السابقين الذين أثني على مجهوداتهم في ما قدموه وما أنجزوه من لبنات، وعلى رأسها المنظومة التشريعية كقانون العضوي للإعلام، بقي أن نقوم بواجبنا إن شاء الله في استكمال المنظومة التشريعية من خلال القانون، من خلال المصادقة على القانونين المتبقيين، قانون السمع البصري والقانون المتعلق بنشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية. وبعدها سوف ننطلق بعونه تعالى في بناء المؤسسات المؤطرة لهذا القطاع، وعلى رأسها سلطتي الضبط، الصحافة المكتوبة والإلكترونية، وكذلك سلطة ضبط السمعي البصري. وبعدها إن شاء الله سيتم تنصيب لجنة أخلاقيات المهنة، وبذلك تكون المؤسسات المؤطرة قد استكملت. نتمنى أن يكون كل هذا يعني في أقرب وقت. محمد إيوانوغ، تعرف محمد العقاب جيدا، تعرف القطاع جيدا، كيف تقرأ تعيين العقاب وزير الاتصال بعد شهرين من إقالة بوسليماني؟ لا والله، أول انطباع اللي كان عندي قبل، لأن الاسم اللي كان متداول عند الصحفيين كامل أنه راح يكون هو المرشح الأول باش يكون وزير اتصال جديد، يعني أول ما سمعت اسم العقاب كما يقولوا بالفصحى باللغة العربية الأصيلة يعني تنفست الصعداء. يعني قلت الحمد لله للعقاب، ما هوش هذاك، لأن الشخص الآخر اللي كان مرشح باش يكون في هذا المنصب لو عين هذاك لكانت الكارثة الأكبر، يعني تفادينا الكارثة. هذا هو. طيب يعني طبعا لن نذيع سرا، ما الاسم الذي تم تداوله بداية هو محمد بغالي، رئيس تحرير الخبر سابقا، ما كان له جمل نعم. ومدير الإذاعة الجزائرية حاليا كما تردد طبعا، ولكن على الأقل تفادينا البير كما يقولوا بالآخر، ما خرجنا من هذيك من الأسوأ للأسوأ، هذا على الأقل خالفنا القاعدة هذه. الآن من وزير الاتصال محمد العقاب ولا شخص آخر، هو في الحقيقة منصب وزير الاتصال ما لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني في خاصة في الجزائر، لأن قطاع الإعلام معروف في الجزائر هو القطاع، الوزير الاتصال هو الحلقة الأضعف في الحكومة الجزائرية، وقطاع الاتصال يعني تسيره أجهزة الاستعلامات. وزير الاتصال ما عنده حتى كلمة أمام أجهزة الاستعلامات في قطاع الاتصال. ربما في الجزائر مش معروفة بأن أجهزة الاستعلامات تتحكم في كل قطاعات، ولكن قطاع الاتصال سبيسيالمون سي لا شاس غاردي تاعهم. خالدة تومي قالتها واحد الوقت، قالت لك أنا ما عندي مسؤولية على التلفزيون، ما عندي مسؤولية على وكالة الأنباء، ما عندي مسؤولية على لا بي اس، على لا نات. كما كلش عندك، ما عندكش مسؤوليه على وكاله الانباء، وما عندكش مسؤوليه على لو ان تي في، وما عندكش مسؤوليه على لاناب، عندك مسؤوليه على واش، على الموظفين تاع الوزاره. هذا ما كان. دونك الحل لقطاع الاعلام هو حل هذه الوزاره هذه، وتنصيب المجلس الاعلى للاعلام اللي كان عندنا في وقت حمروش. هذا الحل، الثوره الوحيده ولا القرار الوحيد الايجابي المتخذ بالنسبه لقطاع الاعلام في تاريخ الجزائر المستقله هو قرار تنصيب المجلس الاعلى للاعلام هذا، اللي كان هو مجلس مستقل متكون من صحفيين منتخبين. ما عدا هذا الحل، باقي الحلول كلها ما هي الا كما يقولوا ماهيش حلول ترقيه، ولا هي مجرد ادوات لي بور ميو كونترولي، كل واحد يحوس كيفاش يكونترولي اكثر كيفاش يكونترولي اكثر يتحكموا اكثر في قطاع الاعلام هذا فقط. هذا ما كان. اما الوزراء كلهم لا قاب صحفي واستاذ اعلام، ما مش راح تعلم له صحافه، ولا معمر بن حمر تقدر تعلم له صحافه، ولا اللي سبقوه تقدر تعلم لهم صحافه، ما عدا بوسليماني اللي كان بيروقراطي ما عندوش خدمت صحافة دوبي تري لونطون، يعني نسحب من مي هادو كامل صحفيين متمرسين يعرفوا القطاع مليح، مي سلطة القرار في قطاع الإعلام ماهيش في يد الوزير. طيب أنت كنت تشير تقول بأنه يعني تاريخيا فعلا الاستعلامات مخابرات لها لاشاس غاردي كما وصفتها القطاع الإعلام،
ولكن هناك من يحاج أنه ربما تغيرت الآن، أنه الآن الإعلام سيطرت الرئاسة بشكل خاص، أنه في عهد تبون ربما التليفونات تأتي أكثر لكتابة مقال أو مهاجمة فلان من الرئاسة، ولم تعد بشكل يعني كبير من المخابرات. ما رأيك في من يقول هذا؟ لا، حتى في عهد بوتفليقة كان هناك الرئاسة كانت عندها تدخلات، مش غير الرئاسة، يعني انت جمال الدين طالب عندك صديق في مؤسسة إعلامية معينة، تقدر تتصل وتفوت أخبار، ماشي مشكل. هذه تفاصيل، ولكن التحكم الخط الافتتاحي تاع الصحافة الجزائرية شكون يسهر عليه؟ تسهر عليه جهاز المخابرات. لأنه لا يا أخي، راك تلاحظ لما يكون كاين قرارات معينة، لما ينزل قرار من الفوق باين كل الصحف تطبقه، لما نزل قرار يعني عدم تغطية مسيرة الحراك طبقته كل وسائل الإعلام حرفيا، وزادوا عليها بعد كان يزيد عليها اكثر من واحد اخر، مي كلهم طبقوا القرار انهم ما يغطيوش مسيرة الحراك. دونك تبقى من بعد في التفاصيل، الرئاسة عندها بياسر، عندها لاكليك تاعها، عندها الحاشية تاعها في الصحافة، وزراء كل وزير عنده صاحبه في وسيلة إعلامية أو في مجموعة من وسائل الإعلام يمرر له الأخبار اللي يحتاج يمررها، نظيم مقابل امتيازات معينة، مصالح معينة إلى آخره. هذه تبقى في العلاقات الشخصية لكل صحفي ولكل مسؤول. طيب، هذه تفاصيل فقط. الخط الافتتاحي بشكل عام في يد جهاز المخابرات، ما فيهاش صحافة، هذه هي صحافة في الجزائر هكذا. طيب، معنا محمد إيوانوغن الوزير السابق الذي خلفه العقاب، تمت الإطاحة به بوسليماني على خلفية نشر النهار لخبر طرد السفير الإماراتي، تم نفي الخبر حينها وإقالة الوزير في منتصف النهار، ولكن التهجم على الإمارات ظل مستمرا في وسائل الإعلام الجزائري، آخرها مرة أخرى الخبر اليوم بوسليماني. طبعا والرابط المخابرات كما كان يتحدث محمد إيوانوغن، نتابع هذا التسريب لذلك الشاب الذي تلاعب بالوزارة بوزير الاتصال المقال الذي لم يقل بسبب هذه القصة، وزعم بأنه مدير مخابرات الجيش حينها. نسمع هذا التسريب. الو، يا الو، السلام عليكم. واش رايك؟ السلام. لاباس؟ لاباس الحمد لله. لا انت في هذا كيفاش ينزلوا بيان كاذب لا اساس له من الصحه؟ واش دابا انت في؟ ها راهم قال لك حكموا على هذا في الاسكروب لحسن يعقوب والقبرصيه والتعاون وكذا، وحنا ما تعاوننا مع حتى واحد، احنا راه عندنا لي سيرفيس تاعنا، راه في الخارج يحوسوا عليه، مازال ما لقاوش عليه القبض. ما راهم قالوا راهم تعاونوا ولقاو القبض في طائره خاصه وحراسه مشدده وكذا وجو سي با كوا. واش هذا المشي اللي وصلوا هذا في الوزير؟ من جابوا الخبر هذا؟ كيف منين جابوا؟ راه في فلان تي في ونقلوها للقنوات القنوات الرسميه. شوف قال لي شوف جوستومون باسكو لا احنا غير كيما كملنا من قبل كنا اجتماع الحكومه اليوم نهار كامل. على بالي كان كنت على بالي كان خبرني في البارح تهضر مع الوزير الاول كان قال لي ودي غدوه عندنا اجتماع الحكومه اذا كنت راح نزوره اليوم، مي فينالمون قال لي الغيها احسن من الغد. ما جيناش. واش شفتوا انت الفيديو ولا ما شفتوش؟ كنا عليك لا شفت مكتوبه من تحت هام غير دخلت التلفزيون من تحت مكتوب. واش مكتوب؟ دوكا من الحوا قال لك القبض على واحد في عمره 22 سنه. اقعد معايا من فضلك، اقعد معايا قول لي، اقعد معايا قول لي نعيط للسوفرينتي يطلب لي استفسار قول له واش كانوا بلغني، اقعد معايا قول لي. معالي الوزير، مع احترامي لك، حنا كي نحبوا نديروا حاجه امن الجيش ما يتواصلش معاكم انتوما، حنا عندنا الوسمو تاعنا، حنا كي تكون حاجه ولا انت اضعف الايمان نعيطوا لك، نبعثوا لك ان فاكس اوفيسيال وانت من خلالك تفوت ليه. ايه انت راك مسؤول عليهم سيد الوزير، انا كي نحب نعيط راك تهضر مع المدير المركزي تاع الجيش سي شويطر معاك، كي نحب انايا سيد الوزير نحب نهضر انايا نبعث لك ليك، المديريه المركزيه لان الجيش ما عندها حتى علاقه، احنا علاش عيطنا لك؟ باسكو كي قال لك النظام لي سيرفيس سكري الجيريان مع لي سيرفيس سكري تاع قبرص اكسترا، هذه احنا مكلفين بالعلاقات الامور هذه. دونك يسمى هما راهم يديرونا في بلاغ تكذيبي، هاو الفيديوهات وبارتاجو، سي كوا سا سيد الوزير؟ حفلو يقول لا يعطي هذا يعني صورة عن إدارة هذا القطاع. وكما كنا نناقش مع محمد إيوانوغن، طبعا تعيين العقاب جاء بعد أيضا ثلاثة أشهر من مقال نشره في موقع، وكنت ضيف معنا حينها في مايو الماضي
في موقع جزائري يقول بأن تبون يتعرض مثلما كان الأمر في 2019 لمؤامرة، وهناك تشويش عليه بغرض منعه من الترشح للعهدة الثانية. الآن يتم تعيين العقاب بعد أن عينه تبون عضوا في مجلس الأمة، حينها كان مستشارا طبعا، وجدل حول ظروف إذا استقال أو استقيل كما يتم استعمال هذا التعبير من منصبه كمستشار في الرئاسة، وكان في 2019 مدير الإعلام في حملة تبون للانتخابات الرئاسية. شكرا زميلي المحترم، تحية لك وللطاقم المغاربية ولضيوفك الكرام وللمشاهدين. ربما أن قضية تعيين العقاب أرى فيها نوع من الإيجابية بعد حوالي شهرين من إقالة وزير السابق. نحن نعرف أن قطاع الإعلام في الجزائر يتخبط كثيرا، تراجع الصورة الإعلامية، الصحافة لم تعد كما كانت في السابق، حتى في الفترة الماضية عندما كانت هناك مؤسسات حقيقية، مؤسسات إعلامية، سواء كانت قنوات أو جرائد أو حتى مواقع إلكترونية، ولكن الكارثة اليوم في تراجع الإعلامي. تعيين العقاب ربما أنا من المتفائلين، خاصة وأنه ابن القطاع ويعرف القطاع جيدا، وهو صحفي وأستاذ إعلام وكاتب، وأرى فيها ربما أن بوتفليقة ربما تبون أراد أن يتدارك القضية ويعيد للإعلام اعتباره كما يعيد للزميل محمد العقاب الاعتبار بعد أن هم مشى، وبعد أن كما قلت في الرسالة الماضية التي ناقشناها هنا في قناتنا الغراء، وكانت في صلب الموضوع تعرض الرئيس تبون للكثير من ربما أن هناك لوبي لا يريدها أن يكون رئيسا لعهدة ثانية، وخرج محمد العقاب عن واجب التحفظ وكتب تلك هل ذلك، هل تنصيبه مكافأة على ما قاله أم أنه ترتيب، وأنه ترتيب بيت فقط، وأنه في النهاية منصب الوزير لا وزن له فعلا في الجزائر وزير الاتصال بشكل خاص؟ أنني أتفق معك في النقطتين. أولا إعادة ترتيب البيت الإعلامي، لأن الصحافة تراجع كبير، مشاكل الصحفيين، مشاكل الجرائد، حتى القوانين التي يتلاعب بها في السنة يديروا قانون مرتين، سلطة الضبط السمعي البصري مكانش، سلطة الضبط الصحافة المكتوبة مكانش، ولكن ربما الذي كان يسمع حفلان هو الذي كان يسمع العقاب، بالعكس كان يثني على سابقين الأمور لباس، بالعكس كان يثني على سابقه وأنه سيمضي في نفس اللبنات كما وصف. إذا تحدثنا عن الزميل كذلك بالحيمر، حاول أن يعطي للصحافة ربما قدر من الاستطاعة، ولكنه كان التيار أقوى منه، لأن الصحافة فيها لوبي كبير مسيطر عليها. وأنت يعني كما قال، لكن أليس الذي يستمع إليك من الإعلاميين يقول الواقع يقول العكس؟ حفناوي يقول يعني ما دفع على بالحيمر؟ بالحيمر زايدة حتى في الخطاب، في التهجم، زايدة حتى على النظام بالتهجم على زملائه السابقين، على إحسان القاضي مثلا، وحاول نزع صفة صحفي من إحسان القاضي، ماذا فعل بالحمر؟ بالعكس، لا، هذه أمور ربما نتركها للرسميات. احنا عندما نقول أن إحسان القاضي صحفي ولا مو صحفي، الواقع هو اللي يؤكد على أن إحسان القاضي صحفي، أن قانون الإعلام في الجزائر يعرف الصحفي أن كل واحد يجمل المعلومات ويتمكن من لغة الصحافة ويمارس المهنة فهو صحفي، هذا رغما عن إرادة السلطات التي تريد الانتقاص من الكثير من الصحفيين ومن مجهوداتهم، ولكن هناك تمييع
تميع للقطاع، تميع كبير للقطاع، وتراجع في الأداء الإعلامي وحتى في المؤسسات الإعلامية. احنا رانا نشوفوا اليوم إذا ما كانش عندنا المغاربية هي المتنفس الوحيد، ما كانش عندنا قنوات. طيب. كنا نهضروا بصراحة، حتى ربما أن الجرائد الإلكترونية لم تعد في المتناول، وربما دخلت في الصف، حتى ربما بقت 4 أو 5 جرائد راهي تقاوم، وهذه كلها من خلال الضغوطات التي تمارس ضدها، سواء من ناحية الإشهار أو من نواحي كثيرة، لأن الإعلام راه في يد لوبي كبير. ولكنني طيب. أنا متفائل اليوم بتعيين الزميل محمد العقاب وزير. طيب العقاب كذلك، العقاب كذلك كان متفائلا، كان يقول بأنه 6 أشهر فقط. نسمع ما قاله بعد إعلان تبون رئيسا. 6 أشهر أعطوا لتبون 6 أشهر فقط، وقال حينها في هذا الحوار وحاسبونا. نتابع ما قاله لك. لو يكون فيه الهدوء والصبر لمدة 6 أشهر. 6 أشهر. 6 أشهر. بعد 6 أشهر يبدأوا الناس يشوفوا ثمار. وبعد 6 أشهر نجيبوك هنا ونديروا التحصيلة. نجي أنا ولا يجي حتى سي تبون إن شاء الله. شفنا مع المعرفة نديروا مع حوار بعد 6 أشهر. رئيس الجمهورية يجي. واش هو كان جلس هنا على حتى مترشح. يا شوف، لازم تعرف حاجة، لازم تعرف حاجة. هذو شعب جزائري وتبون جزائري. هذو شعبه ما يقدرش يهرب منهم. ومخاطبة الشعب أكيد تأتي عن طريق وسائل الإعلام. كي يقول لك يجي، مش معناتها بدعي، يجي ليك ويروح للآخرين القنوات الأخرى ويستقبلكم ويتقهوى معكم. شوف أنا على حسب ما تكلمت معه، العقلية القديمة هذه انتهت، هذه زالت وما زيش تولي. عبد الله الرافعي يقول العقاب كان هذا في الحقيقة خلال الحملة الانتخابية. تبون كان مترشحا حينها في 14/12/2019، وأنه 6 أشهر فقط. يقول العقاب اليوم بعد أكثر من 3 سنوات وزيرا معينا من قبل تبون، وحصيلة تبون يعني ممكن جرائد وجرائد للحديث عنها. الواقع أنا إذا كان في حاجة أثني، ربما سمعت خويا غول أثنى عليه وقرب فيه قصائد الثناء، إذا كانت حاجة أقولها بحق هذا الرجل، أنني تحدثت معه منذ سنوات طويلة جدا، قال لي حرفيا لن أرضى إلا بوزير للإعلام، وستراني في يوم من الأيام وزيرا للإعلام. وقد كان هذا الشيء الوحيد اللي يعني كما يقولوا بالعامية الجزائرية تاعنا نستعرب به فيه، أضرب أضربات هنا هناك، دخل في 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 تكتلات، سلك عدة طرق ووصل. لكن المشكل، قالت العرب قديما ترقب زوالا إذا قيل تم. هذا الرجل هذا المسكين سيؤكل الشوك بفمه، لأنه ما تنساش بأنه هناك يعني منطقة ممنوع منها الاقتراب، لا يجرؤ عليها أحد، هو تفعيل قانون إعلامي حقيقي، وهذا ما ستكون فيه نهاية أو أفول، حتى ما نقولش نهاية، أفول النجم المفبرك أو النجم الوهمي لمحمد العقاب. لأنه محمد العقاب لو عدنا إليه، أولا فبالنسبة للأخ اللي كان يقول أخويا غول أنه إعلامي وابن المهنة، محمد العقاب كتب في عدة صحف، كان يكتب كمساهم أو ككاتب، بمعنى أنه لم يمارس قط مهنة الصحفي الممتهن، أنه لم يمتهن الصحافة، لم تكن خبزته في يوم من الأيام، ما خدم الصحافة، ما كانش عنده راتب من الصحافة، وبالتالي فهو ليس صحفيا ممتهنا، فلا أظن أنه يعرف شيئا عن معاناة الصحفيين خاصة الشباب في الجرائد، يعني جرائد ما يسمى في مصر جرائد تحت بير السلم ومعاناة التي يتلقاها الشباب. هذه نقطة، يعني هو لا يعرف داخل تقريبا، أنا قد أفاجئك إذا قلت لك بأنه محمد العقاب هو غريب جدا عن واقع الصحافة في الجزائر، ليس على الأقل مثل بالحمر اللي كان على دراية كبيرة وكان صحفي. يعني حتى للأمانة العقاب يعرف الوسط الإعلامي ولده علاقات وصداقات، يعني وبدأ حياته كتب في الصحافة، ثم خاض الطريق في الأكاديمي، يعني هذا معروف وموثق. يعني عن هذا أتكلم أكاديميا ونظريا، نعم، لأنه أستاذ وخرج من بين يديه العديد من الصحفيين، لا أنكر هذا،
نحن لا نبخس الناس أشياءهم، لكن هل عمل يعني كصحفي؟ لا، لم يحدث هذا أبدا. ولكن خلينا نجاوز هذه النقطة ونذهب إلى شيء آخر. ما هي إنجازات هذا الرجل؟ هذا الرجل يعني مما يعني يعرف عليه ويؤثر عنه أنه له عدة مؤلفات وتحاليل، ربما في نظري أنا أهم كتابين كتبهما هو حصاد، الحصاد المدمر للربيع العربي، وكتابه الثاني الإعلام الإسلامي المعاصر. لو قرأت هذين الكتابين ستعرف الهوية الحقيقية واحتياج النظام لهذا الرجل. بالنسبة لكتابه الإعلام الإسلامي المعاصر، يعني تطاول فيه على بعض الصحف وانتقدها، ويعني خليني اللغة العربية الكلاسيكية شينها على غرار جريدة المنقذ. أما بالنسبة كتابه الحصاد المدمر للربيع العربي، فكان يعني متقمصا فيه دور قناة العربية. هذا الرجل يعني يحتاجونه جدا لهذه المرحلة. إذا كانوا فعلا يريدون إصلاح المنظومة الإعلامية، فالنموذج قائم وموجود في الأرشيف. ارجعوا إلى أبو الإصلاحات في الجزائر، شئنا أم أبينا، نختلف مع حمروش، هو أبو الإصلاحات. الإصلاحات العملية، الإصلاحات الواقعية، أول ما قام به مولود حمروش بعد طبعا فتح الفضاء الإعلامي للخواص، ألغى وزارة الإعلام. نحن الآن مطالبون إذا أردنا أن يعني يستقيم حال الإعلام أن نلغي وزارة الإعلام، ويكون هناك مجلس إعلامي ينتخبه أبناء المهنة الذين يعرفون المهنة، وهم الذين يسهرون على تسيير شؤون الإعلام والمنظومة الإعلامية في الجزائر. هذا واحد. ثانيا، إلغاء تلك الهيئة اللعنة التي تسمى لاناب، ويخلوا الفرص متساوية أمام الجميع، وعلى المشهر أن يشهر لمنتوجه أو لخدماته حيث يشاء وفي أي جريدة يشاء. ثالثا، لابد من يعني عودة ما يسمى بالإعلاميين أو الصحافة التي تمثل الابن الضال، الصحافة التي ليست لها هوية. أخشى أن أقول كلمة أخرى، يعني قناة جزائرية لكن اعتمادها في الخارج ووثائقها في الخارج، وتعامل في الجزائر وستاتيو تاعها في الجزائر عبارة عن مكتب لقناة أجنبية. هذه المساخر لابد أن تنتهي، لابد أن يكون فضاء طبيعي جدا، وعلى كل من يستطيع أن يتحصل على اعتماد صحيفة وفق شروط معينة فليذهب ويطلب الاعتماد صحيفة أو تلفزيون. صحف والتلفزيونات، بالمناسبة هناك صحف وتلفزيونات في الحملة الانتخابية، عندما كان حينها مديرا للإعلام في حملة تبون، نسمع العقاب حينها ما يقول عن المتكالبين ضد تبون، وكانت صحف قناة بشكل خاص حينها النهار قد هاجمت بما بدا واضح أنه تحت الطلب تبون بشكل رهيب، نفس الإعلاميين ونفس القناة التي عادت حينها للتطبيل لتبون. نسمع العقاب وما يقوله حينها. ولا بد لنا أيضا أن نقف وقفة تقدير لأبناء الشعب الجزائري الأبي الذي نظم في مختلف جهات الوطن مسيرات شعبية حاشدة رافضة للتدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية، مثل التدخل السافر للبرلمان الأوروبي، الإشاعات التي روجت في مختلف جهات الوطن والتي مفادها أن مؤسسات الدولة تقف إلى جانب هذا المترشح أو ذاك. أقول لكم، لا ينبغي أن تخدعكم مثل هذه الإشاعات، إنها مجرد حرب نفسية فاشلة. محمد بنوغ، أعود إليك. تعيين العقاب أتى كذلك بعد 3 أشهر من مقال كتبه تحدث فيه عن تعرض تبون لمؤامرة تريد التشويش عليه لمنعه من الترشح لعهدة ثانية، ونفس المؤامرة تبون كان تعرض لها في 2019، وكان هناك متكالبين كما قيل حينها. ما رأيك؟ يعني هل تعيينه يأتي في سياق هذا الأجندة، أجندة الانتخابات الرئاسية المقبلة، العهدة الثانية لتبون؟
لو ما صارتش يعني الفضيحه الدبلوماسيه اللي صارت عن طريق الخبر اللي صدر في النهار، وما تنحاش وزير الاتصال على 11 تاع الليل، يعني وزير الاتصال نحاوها على 11 تاع الليل، يعني ما كانتش بروغراميه. لا وكان قبل مازالوا سيناتور، ما تعينش وزير ربما، ولي في وقت واحد اخر ماناش عارفين. مي المهم شعور هذا وزير منصب وزير الاتصال بقى منصب شهر لمده شهرين، الفالي لازم يجيبوا له وزير. بون كانت المنافسات باين باللي كان قلت لك اللي كان مرشح اكثر هو مدير الاذاعه، هو اللي كان الناس كامل الصحفيين كانوا يتكلموا عليه يقولوا بلي هو اللي راه يولي وزير. فينالمون تعين لعقاب، لعقاب ما خباش انجور كان مدير اتصال تاع تبون، وما خباش انجور انه مازالوا من بعد ما تنحى من منصبه في الرئاسه بسبب الصراعات اللي كانت صاريه داخل ليكيب تاع تبون اللي كانت تخدم في الرئاسه هذاك الوقت، ضحى بلعقاب. اليوم لعقاب عاود رجع. دونك هو الخطاب اللي كنت تكلم عليه اللي كان يتكلم فيه على محاوله تشويش على تبون باش ما يديرش وحده ثانيه الى اخره، هذاك باين باللي لعقاب رغم 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 ابعاده وتنحيته من الرئاسه بقى الاخر خلى الخيط ولا خلى علاقته مع تبون ما تغيرتش. هو المشكل، لا انا المشكل تاعو ما كانش مع تبون، وانما مع لونتوراج اللي كان لونتوراج تاع الرئاسه، كانت صراعات ما بيناتهم. دونك تبون في هذاك الوقت ضحى بلعقاب، ربما مستقبلا يزيد يضحي بواحد اخر كيما ضحى قلت لك بوزير الاتصال على 11 تاع الليل. دونك هاد الناس راهم كامل في لونتوراج، تبون حصل تما في وسطهم، في كل مره يلدوا طرونشي لهادو ضد هادو، لازم ينحي واحد ولا ينحي اونيكيب باش اونيكيب واحده اخرى هي اللي تخدم، هي اللي تتغلب اتسيتيرا، ومتواصله كما نحل عمار بن الحمر نفس الشيء. طيب عمار بن الحمر كل حمله يا اخي عمار بن الحمر ما كاش واحد خدم تبون ولا خدم المرحله هذيك خير منه. زايد كما كنت تقول على صحاب على زملائه دا كما نقولوا بدرجه دا لعب بزاف، ورغم ذلك في نهايه المطاف صحوا به بسبب الصراعات اللي موجوده داخل هذا اللونتور. طيب ولكن الصراعات محمد الاعلام. دونك الان تبون العقاب رجع في اطار هذه الصراعات هذه، اسكو هذه هي اللي راح تفتح طريق ولا تغلق طريق للعهده الثانيه؟ ما نظنش، لان حتى لو كان جا واحد اخر في بلاصه العقاب اكيد راح يكون مع العهده الثانيه تاع تبون اذا كان ترشح تبون للعهده الثانيه. دونك ماهوش العقاب ولا وزير الاتصال تغيير اللي راح يكون هو يكون عنده اللي راح يكون الفيراج ولا منعرج اللي يحدد باللي تكون ولا ما تكونش عهده ثانيه، ما عندهاش علاقه. طيب لكن اشرت الى اقاله تقريبا في منتصف الليل وزير الاتصال السابق مسلمة بسبب نشر حينها النهار على اساس انه المصادر مطلعه طرد سفير الامارات، لكن الم يكن بوسليماني كمش فداء فقط؟ لانه تهجم على الامارات استمر مع الخبر مدى ابو ظبي عاصمه التخلاط، الشروق قبل ايام، وحديث كذلك خطير عن الملحق العسكري. اليوم الخبر تعيد الكره كذلك، الخبر الذي يستقبل تبون كان رئيس تحريرها مؤخرا فقط في الرئاسه في حواره الدوري، تبون كان رئيس تحرير الخبر فيها. يعني العقاب طبعا ليس سرا انه يكتب مثلا في وسائل اعلام اماراتيه، يعني هل تتوقع استمرار نفس التهجم على الإمارات أم أنه كل هذا لا 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 صلة ربما أو لا قوة للعقاب كوزير اتصال أن يغير شيئا في التهجم على الإمارات؟ ربما الجهة الأكبر أو أعلى هي التي تعطي الأوامر بالهجوم على الإمارات. محمد ونوغن هل أنت معنا؟ لا يبدو لمحمد ونوغن، ربما فقدنا الاتصال به. حفناوي يقول اطرح عليك هذا السؤال، ما رأيك؟ حفناوي يقول هل أنت معنا؟
لا يبدو حفناوي غول كذلك معنا. ما رايك عبد الله الرافي؟ ما رايي في ماذا؟ يعني انا كنت ربما استمعت للبدايه تدخل الاستاذ محمد. الواقع يعني هو لا يغير في الامر شيء، ويعني مخطئ من يظن انه للعقاب او لغير العقاب او لوزاره الاعلام او لغير وزاره الاعلام اي دخل او تاثير في ما يعني ما يكثر حوله اللغط من العهده الانتخابيه الثانيه لتبون. هناك مجموعه يعني اوليغارشيا عسكرطاريه حاكمه، هي توزر من تشاء وترئس من تشاء، يعني من يكون العقاب او غير العقاب حتى يؤثر في عمليه اختيار او وضع او ترئيس تبون مره ثانيه او صرفه الى بيته. هذه الامور كلها يعني لا تساوي شيء، وانما لابد ان نقول انه مجيء العقاب على راس وزاره الاعلام هو في النهايه يعني هو لا اقول قرار تبون، لانه تبون لا يستطيع ان يتخذ اي قرار من دون العوده الى حكامه الفعليين وحكام البلاد الفعليين، لكن تبون يظل محافظا دائما على محمد العقاب لأنه يمثل يعني رجل الثقة الوحيد في محيط تبون، لأنه تبون لا أقول لك يكرهونه محيطه أو لا يحبونه، بل لا يقيمون له أي اعتبار، فبالتالي الوحيد الذي يراهن عليه ويستند عليه ويحتاجه في بعض الاستشارات هو محمد العقاب. محمد العقاب هو الرقم الثابت الدائم في معادلة تبون الرئاسية، يعني علاقته بتبون الرئيس بدأت قبل أن يكون تبون رئيسا. يعني وهل في رأيك هل تعيينه يأتي في سياق رهان العهدة الثانية لتبون؟ طبعا سجن إحسان القاضي جاء على خلفية مقال بيتساءل فيه إذا كان هناك إجماع في قيادة الجيش على عهدة ثانية لتبون، وهذا الغضب هو الذي قضى إلى اعتقال القاضي إحسان حينها في بعد منتصف الليل. كلامك واضح وفهمت سؤالك، لكن هنا لابد أن نضع الخارطة الواقعية للحياة السياسية في الجزائر. هناك خندق النظام وخندق معارضيه. عندما نتحدث عن من هم في خندق المعارضة، هناك كل رجل يساوي ثقة له، كل تصرف يساوي ثقة لهذا التصرف. لما تكلم على إحسان القاضي بأنه لفقت له التهم وزج به في السجن لأنه يعني كلامه كان موجه أو يصب في إطار الشأن المتعلق بالعهدة الثانية، هذا صحيح. لكن بالنسبة لخندق النظام، خندق النظام عنده أجندة وعنده برنامج عمل وخارطة طريق لا يؤثر فيها أي صوت أو أي شخصية أخرى، لأنه من يكون ما هو ثقل وزارة الإعلام أصلا، وحتى قبل أن نقول ما هو ثقل محمد العقاب، يعني لا محمد العقاب يؤثر كشخص في منظومة الحكم وفي قرارات البلد سواء في الداخل أو في الخارج، ولا وزارة الإعلام نفسها تؤثر، ولا مؤسسة الرئاسة نفسها تؤثر، لأنه بوتفليقة شخصيا لا يستطيع أن يتخذ قرارا ولا إلا بالعودة إلى من يحكمونه. لو طيب كان على ذكر، ولكن بوتفليقة هنا لم يستطع تحييد عدد كبير من الجنرالات، يعني ورغم أنه مقعد أو باسمه على الأقل. يعني هذا ما أقوله، لا يمكن لأحد هم هو لابد أن تعرف أنا ماهية الرئيس أو طبيعة الرئيس في النظام الجزائري، هو موظف لدى الأوليغارشية العسكرطارية برتبة رئيس جمهورية، مثله مثل العقاب اللي هو موظف لدى الأوليغارشية العسكرطارية برتبة وزير إعلام، مثله مثل أي وزير آخر أو رئيس حكومة آخر، هما كلهم يؤدون أدوار ديكور نظري، حتى يعني صوري. كل الحياة العامة السياسية في الجزائر هي حياة صورية تقاد وتحرك من الأوليغارشيا أو الإتابليشمنت التي تقودهم من خلف الستار. على ذكر بوتفليقة، كنت تشير إلى بوتفليقة، نسمع العقاب وما كان يقوله عندما استضافته للمفارقة قناة النهار كذلك، وحديثه حينها عن بوتفليقة قبل سنوات الذي أنقذ الجزائر.
حفناو يقول برايك. هذا العقاب كان يتحدث عن بوتفليقة، ولكن قال كلمة لافتة أنه يعاب على المسؤولين أنهم يتصرفون كأنهم يملكون البلد. شوف زميلي المحترم، أنا ربما أتفق قليل مع ضيفك الكريم حينما يتحدث عن الذي يسيطر على الإعلام ما هوش هو الوزير والله، ولكن حاجة ربما أنا تفائلت منها أن ربما قرب العقاب من الرئيس تبون سيجعله هو ربما وزيرا كاملا وعنده الصلاحيات ليعيد المشهد الإعلامي بريقه، لأننا ربما أن الصحافة لا نختصرها في قضية إحسان القاضي، ولكن الصحافة كل الصحافة في الجزائر تعاني. ربما أن إذا كان إحسان القاضي في السجن ربما أن حرية التعبير وحرية الرأي كذلك مقيدة. هذه حاجة لا يجب أن نتحدث عنها ونتكلم بكل صراحة عن الوضع الإعلامي في الجزائر. ونحن اليوم في هذه الحصة المباركة بين قوسين، لأنها فتحت لنا المجال وفتحت لنا المنبر لنتكلم عن المشهد الإعلامي في عهد ربما محمد العقاب، والعقاب عنده رسالة قوية. هو تعرض للظلم ويعرف القطاع، ليس لأنه ربما ما هو الصحفي، ولكن يعرف من خلال تعامله مع الكثير من القنوات ومع الجرائد، وحتى ربما كان عنصرا فاعلا في المشهد الإعلامي. أما عندما يتكلم العقاب عن إنجازات مثلا تبون أو عن إنجازات الرئيس السابق بوتفليقة، فهذه كلها مرحلة ونحن مع المرحلة القادمة التي ربما أننا اليوم نتفائل قليلا قليلا لكي يعاد للمشهد الإعلامي وتوضع النقاط على الحروف. زميلي المحترم، الصحافة في الجزائر لم تعد صحافة، لم يعد هناك جرائد، لم يعد هناك قنوات، لم يعد هناك حرية تعبير، لم يعد هناك حرية رأي، وهذا مش بسبب الدولة ولا بسبب الضغط والله بسبب القهر، لا هذه كلها تعود الى الصحفيين، لانه لكن ليس بسبب يعني ليس بسبب تبون الذي يصف صحفيين بانهم خبرجية، احسان القاضي وقبله يعني من قبله خالد ترارني، مصطفى بن جامع في السجن يعاني ما يعانيه، حكم عليه حكم قاسي، يعني ليس كل القرارات التي اتخذت في عهد تبون وباسم تبون. لا، هذه بين قوسين، نحن تعرضنا للظلم كثيرا في قضية الصحافة منذ أكثر من 25 عام، ونحن نعاني في الميدان من خلال المتابعات، من خلال الغلق الإعلامي، من خلال المساومة، من خلال الترغيب، من خلال الترهيب. وهذه إذا كان قضية تبون يقول الخبارجية، لأن الصحفيين هم اللي وضعوا روحهم في هذا المكان، لأننا شفنا احنا اليوم الصحفي انحرف عن مساره، انحرف عن مهنته، لم تعد تربطه بالله شيئا. الصحافي خان، احنا شفنا جرائد دركا وشفنا قنوات كثيره، هذا قنوات تعبر عن التهريج، ماهيش لكن هذه القنوات نفسها هذه كوارث كبيره. حتى الصحفيين انحرفوا، حتى الصحفيين ما عادوش يمثلوا الصحافه كما كانت في السابق، كما كانت حتى وقت القمع كان الصحافي كان في الميدان وكان يتضامن، واجب التضامن ما بين الصحفيين. راح هذه المصيبه الكبيره، وهنا هي النقطه، هذه دخلت منها السلطه ولقات بقضيه فرق تسد، معناها لقاتها حاجه سهله، ونشوفوها اليوم في الكثير من المعالجات. ما نضحكوش على ارواحنا، الصحفيين او المؤسسات الاعلاميه راهي هي الكارثه الكبيره، ولكن هذه المؤسسات الاعلاميه وصلتنا لهذه المرحله. درك نشوفوا مثلا اروح نشوفوا القنوات تاعنا في الجزائر، كاش ما فتح نقاش، المغاربيه هي كانت السباقه وكانت الاولى، وهي تعيش الحدث كل مره، كل يوم في العمق حصص، كل يوم تناقش قضايا وطنيه جاده اللي من المفروض انها تطرح للنقاش على مستوى القطاعات. ولكن هذه القنوات الا تخشى هذه القنوات التي تقول انه انحرف، من انحرف؟ لم ينحرف هؤلاء الذين بالعكس قلبوا الفيستا والطبله، كانوا ضد تبون، نعم، يهاجمون تبون، نعم، والان نعم، والان يطبلون لتبون. ولكن اليس هذا ما يراد في جزائر تبون؟ بينما إعلام مثلا، نعم، إحسان القاضي وراديو أم لم يكن له ذلك النفس الاستقلالي، لم ينحرف إحسان القاضي، بالعكس تعرض إلى التضييق. لم ينحرف مصطفى بن جامع مثلا الذي كشف لصالح العام أنه كان هناك في عهد كورونا في علنابة عرس لمقربين من الولاية، يتعرض إلى ما يتعرض إليه منذ ذلك الحين إلى هذا التضييق والسجن. يعني
نعم أنا أتفق معك. أنا أتحدث عن الأسماء والمؤسسات اللي دخلت للتطبيل وحبت تعود مع الجزائر الجديدة بين قوسين، حبت تعود بوق من أبواق السلطة. زميلي المحترم يجب أن نضع النقاط على الحروف، لأن ربما حتى اليوم نشوفوا مدراء مؤسسات إعلامية كبيرة راهم يتنافسون، وشكون اللي يروح للمحمد العقاب هو الأول، وشكون اللي قدم له التهاني، وشكون اللي يروح يقول راني في الخدمة، لأنهم كلهم وضعوا أنفسهم تحت الخدمة، وما عادش الإعلام إعلام مواطن، لأن الإعلام هو العين التي يرى من خلالها المواطن والأذن التي يسمع بها، وهي ناقل لانشغالات المواطنين في كل المجالات. احنا رانا نشوفوا اليوم الإعلام ما عندوش علاقة مع المواطن، كما رانا نشوفوا الجامعة ما عندهاش علاقة مع المحيط، وراه الدراسات وراه هذه النقاط المطروحة اللي كما النقاط النقاط المطروحة كثيرة والوقت يداهمنا. نختم ربما بهذا التصريح للعقاب حينها وحديثه عن تبون وإطلاق سراح معتقلي الحراك، بينما زاد اعتقال ناشطي الحراك بالعكس في عهد تبون. نتابع. يقول لك البعض يعني علق على هذه القضية، يقول لك كيف للسيد تبون أن يدعو للحوار مع الحراك وكاين ممثلين عن الحراك، فيما يوجد من يعتبرون ممثلين أو رموز أو وجوه للحراك هم في السجون، مثلا المجاهد الكبير السيد الأخضر بورقعة، السيد فضل بومالة، سمير بالعربي، كريم طابو و و و شوف، أولا أنت تعرف أن هذا الوضع سي عبد المجيد تبون ماشي مسؤول عليه، هكذا والله، مش هو اللي يرفدهم، لكن سيتعامل معهم، هو ماشي مسؤول عنه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هو قال أنه يتعامل بإيجابية مع الذين ظلموا، فاهم؟ إذا كانوا هذ الناس اللي هم راهم بين يدي العدالة، إذا كان ظلموا، أنا أقول لك 100% أنه سي عبد المجيد تبون راح يعفو عليهم، هذه نعطيها لك بشكل رسمي. إذا كان ظلموا الناس، إذا ما عندهمش قضايا، لأن القضية راهي بين يدي العدالة، بين يدي العدالة، العدالة سيدة ومستقلة وتحررت، هكذا. ما رايك عبد الله رافع؟ هذا خطاب طبعا العقاب حينها، والان العقاب الوزير يعني، وطبعا بكل ما في ذلك من تساؤلات ورهانات، ربما العهده الثانيه، ما يحدث خلف الستار. بالمناسبه سالتك سؤال عن تهجم على الامارات، والعقاب له علاقه جيده على الاقل كما يتردد مع وسائل اعلام اماراتيه، بينما الوزير الذي سبقه اقيل بزعم أنه كان حينها مسؤولا أو كبش فداء بعد نشر النهار حينها خبرا عن طرد سفير الإمارات، بينما التهجم على الإمارات يستمر واليوم الخبر تعيد الكر. سأحاول أن أجيب على ما طرحته من كلمات، لأنها يعني كل كلمة تحتاج إلى يعني مساحة كبيرة وهامش كبير من الحديث، لكن سلفه طرد لأنه قام بما لم يرق للحكام الفعليين، وبالتالي فإن الإعلام ووزير الإعلام هم مجرد يؤمرون ما ويفعلون ما يؤمرون، فإن فعلوا ما لم يؤمروا به تم التخلص منهم. الإعلام يعرف أدبيا أو إنسانيا بأنه ضمير الأمة، و ما دام يعرف بأنه ضمير الأمة فهو ليس عقل الأمة وإنما ضميرها، بالتالي الضمير لا يقبل أوامر، الأوامر تأتي للعقل لا للضمير، الضمير يتصرف انطلاقا من القيم ذاتيا، من القيم. أحيانا الإنسان السوي يأمره عقله بالفساد بينما يكبح جماح الفساد عنده الضمير، هذا ما أريد أن أقوله. بمعنى أساسا الذين يناط بهم أن يطبقوا مشاريع عقلانية بناء على تخطيط معين قد يذهبون أو ينحون نحو الفساد، فلا بد أن يكون لهم الضمير الذي يكبح جماح الفساد، هذا الضمير هو الإعلام. طالما أن الإعلام أصبح يتلقى الأوامر فلا يمكن أن نسميه ضميرا، بل هو يعني آلية ديكورية من باقي الآليات التي تطبق ما يملى عليها، وفي النهاية لا بالحمر ولا العقاب ولا وزارة الإعلام ولا الصحفيين ولا ملاك الصحف يستطيعون أن يفعلوا ما يعني فعلا انطلاقا لا من أخلاقية المهنة ولا من ضوابط المهنة ولا من بدافع حب الوطن أو تنوير الرأي العام، بالتالي هذه القيم كلها زالت، وأصبحت المنظومة الإعلامية عبارة عن جهاز إضافي يخدم مصلحة السلطة، أو قل عنه أنه
إذا منش عارف اقترفت السلطة في الشعب ونهبت أمواله واقترفت ما اقترفت، تكون مهمة الإعلام أن تبيض سود صحائف هذا النظام. هذه هي الوظيفة الإعلامية للنظام. النظام الذي قال في يوم من الأيام عن نزار متآمر على الجيش وداع إلى الانقلاب هي التي استقبلته بالورود. النظام الصحافة التي اتهمت تبون يوما من الأيام بأنه متخابر مع العدو الفرنسي بمعنى جناية خيانة عظمى هي التي أصبحت يعني تثني عليه وتصفه بأنه الأمير عبد القادر مؤسس دولة الجزائرية الجزائر الجديدة وبأنه صلاح الدين الذي يعتزم فتح الأقصى. فلا تستغرب من هذا أبدا، لأنه الأقلام هذه تحرك مثل ما يحرك أصحابها كالعرائس من خلف الستار بمعنى الأوليغارشيا العسكرية في الجزائر هي التي تحكم الرياضة والثقافة والسياسة والإعلام، ولا شيء يخرج عن سيطرتها. وإذا كما قيل سلفا إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، كل من يخرج من القطيع تكون نهايته وانتهى الأمر. يعني ما كان يعني لا نكذب على أنفسنا وانتهى الوقت للأسف، وانتهى الوقت. طبعا الكثير ما يقال في النقاش ولكن الوقت يدركنا. شكرا لك عبد الله رافعي الكاتب الصحفي، كنت معنا من أمستردام. شكر موصول لحفناوي غول، كان معنا من الجلفة الإعلامي عضو لجنة الانتخابات مراقبة الانتخابات سابقا. ونجدد الشكر للأسف والانقطاع الاتصال، ومع ذلك نجدد الشكر لمحمد ديوانوغ الكاتب الصحفي الذي كان معنا بداية في هذا النقاش. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.